السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الرائعون أيتها الرائعات، عدنا والعود أحمد. كاين الناس اللي توحشوني وكاين الناس اللي قالوا ربما غير يغبر، أنا كنت عيان شوية ما قلتوا ليش على سلامتك، وكاين الناس اللي كيبغيوني، وطبعا كنظن أن كاين الناس اللي كانوا كيقلبوا وكيقولوا مال إلياس ما حاجش. كنشكركم جزيل الشكر على العموم، وغادي نبداو الموضوع ديال اليوم. الموضوع ديال اليوم غادي نقول لكم أيها الرائعون أيتها الرائعات، ديروا أحزمة السلامة. الفقرة الأولى اللي غادي نبدأ بها، ومضطر أو مكره أخوكم لا بطل، حميد المهداوي. ركزوا معايا مزيان الله يخليكم. نشر فيديو تحت عنوان القارو أسرار وحقائق فوزي القجع. حميد المهداوي يوتيوبر، نكونوا واضحين، صحفي ماشي صحفي ما كيهمنيش، انا كنشوف يعني اشنو كيدير، خدام في اليوتيوب، عمري ما قريت ليه شي مقال او شي تحقيق، صحفي يوتيوبر. والمصطلحات لا تغير من حقائق الاشياء، ولكل قوم ان يصطلحوا بما شاءوا، يوتيوبر. فحال مثلا الشيخ العالم العلامة الفهامة وحيد زمانه وفريد عصره مثلا الفيزازي، لا اللي قال شي حاجه بحال هكا غنقول لي خسئت. الفيزازي اصبح تيك توكر، واحد خدام في التيك توك يقلب على الاسود والنمور والفهود، يعني التيك توكر. واضح نسميو الحوايج بمسمياتها باش ما ننتهوش بزاف. حميد المهداوي نشر هذا الفيديو اللي كتشوف، وشفت انا بالله راه ضروري خصني نرد عليه. علاش هاد السيد هذا مشى لناصر بوريطه في يوم من الايام وبدا كينزل عليه وشاف المغاربه ما قبلوش داك الشيء، وحتى الناس اللي كيتفرجوا فيه كيبان يعني كاينه غير البعض اللي ما كيعرفوش يكتبوا، حتى يعني عندهم غير اخطاء املائيه في التعاليق، هادو كيتسموا يعني واحد الفئه، انا لا اعمم، فئه كيتسموا بالهمج الرعاع اتباع كل ناعق، وكيضربوا في بوريطه المغاربه كاع. لا 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 بزاف المهداوي، لا 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 هضرنا على الطوبة، واخا هضرتي لنا على بزاف ديال الحوايج كنقولوا شي بعض الحوايج اوكي ما كاين باس، وبزاف ديال الحوايج كنقولوا انك توزع النظره السوداويه على كثير من ضعاف العقول. بزاف ديال الحوايج كنتفقوا عليها، حتى حنا راه كنهضروا عليها، كغلاء الاسعار مثلا، او انتقاد بعض الناس اللي هما كيكون واضح يعني انهم لا يخدمون الوطن، او في بعض الامور اللي هو فساد باين، مثلا ما يقع اليوم من اعتقالات، وهذا ما كنا ننادي به ولا زلنا. ربط المسؤوليه بالمحاسبه، شحال ديال الناس دابا قضاة في النيابه العامه، حتى في البوليس، حتى في كثير من الوظائف العموميه، ناس راهو هذا يبشر بالخير، أن بداية محاربة الفساد على أرض الواقع الحمد لله بداية موفقة، أليس كذلك مشاهدينا الكرام؟ إذا نرجع عن حميد المهداوي، مع كامل احتراماتي وفي إطار الحب والحنان والعطف والوئام، رفع هاشتاغ ذاك الخطرة عقلته، راه كنا هضرنا وهضرنا عليه، فوزي القجع فاسد. واه ناصر بوريطة فوزي القجع، هاد جوج الأشخاص بعدا كيحظوا حسي الحموشي مثلا، كيحظوا بالثقة الكاملة ديال جلالة الملك محمد السادس. ملي كتوقع هكا شي فرحة للمغاربة، شي انتصار، شي نصف النهاية ولا النهاية، مع من كيهضر جلالة الملك حفظه الله وشفاه وعافاه مباشرة، واش معاك السي المهداوي؟ عجبني أنا السي الشرقاوي، الراجل الكبير اللي ما عندوش مع الشرعي ولا التخربيق ديال قوم هبل وقوم تبع، قال لي اسمع السي الخنيشات، السي الخنيشات راه ما يمكنش انت غادي تولي تشوف في مكان جلالة الملك شي واحد اللي هو كيحظى بالثقة ديالو، والمغاربة كيحبوه بغيتي ولا كرهتي، لا انت السي المداوي ولا كاع اصحاب الطابور ما يسمى بالطابور الخامس. هاد الناس هادو يهاجمون من طرف كلب القرنة، الا تعلم؟ كيتهاجموا من طرف الكراغلة، الا تعلم؟ كيتهاجموا من طرف كل اعداء الوطن، الا تعلم؟ اترضى ان تكون من بينهم السيد حميد المهداوي؟ وكيقول السي حميد المهداوي في هذا الفيديو هذا، اللي صراحه انا واخا مريض وكنت باغي نشرب الدواء ديالي اليوم حتى نغدى عاد كنت غادي ندير فيديو، وانا نوض تلاحيت كذا ونوض قلت لا ما يمكنش ما يمكنش، النضال يستوجب ان تقف وانت مريض، ان تجلس وانت مدقدقون. اذا حميد المهداوي كيعاون لمن الكراغلة، هما اللي نازلين على فاقصهم مهبلهم فوزي القجع. شنو قال لك يكمل قارو؟ ياك سيدي ياك،
حنا في المدينة الفاضلة ياك. أنا لا بغيت سي حميد مهداوي نهضر لك على الأمور ديالك أنت، والله ما نسالي وأنت تعلم هذا، ويا ما تحديتك في مناظرة، كثيرا ما تحديتك سي المهداوي. ما ديرش راسك لا بالله، راه انت راه ها، ولكن اذا حاكمت حكمت، راه كنتي كل ما يضر البلد، كل ما يضر المجتمع، كنتي هو اللي كنتي كتلقاك فيه. 2016 ما هي من نبي بعيد، ولا 2017 الله يا ودي حميد، الرايات كانت ترفع ديال ما يسمى بالجمهوريه، ولا رايه وحده ديال المغرب، وانت بينتهم كبوق، كنتي بوق ديال اعداء الوطن، كنقصد الفئه ديال هذاك نتلف الفيديو باغي داو داير العفو الملك، شاش عفو ديال السيد محكوم. وقلت ولازلت اقول منذ سنوات، والله لو كنت القاضي المؤبد هو، ولكن ما حنا ما ندخلوش فيها في قرارات القضاء، شن العفو زعما ما كاين والو، زعما داكشي عادي، زعما ها داكشي اللي وقع عادي، وماشي وقت هذا باش نهضر فيه، راه هضرت فيه في عشرات الفيديوهات وربما اكثر من 100 لايف، واتحداكم من ذاك الوقت قبل ما تشد، كنتحداك بسميتك تناقشني في هذا الموضوع، انت اللي كتضرب الطبل الزفزافي ولبواه ذاك النهار، وطلقت معك ذاك النهار السي حميد وجها لوجه، وقلت لك رانا اللي قلقني عليك فاش مطلع بوت الزفزافي الخائن، راك عارف، وقلتي لي اتفق معك السي الياس، انا ما لقيتش فيهم الخير، وقلتي لي داكشي اللي قلتي لي بيني وبينك، بمعنى انا كنت على صواب سي حميد، انا كنت على صواب وانت كنت على خطأ، والله باقرار منك، واضح. وحتى دابا كما كتردوا على بعض الناس اللي عندهم 2000 3000 مشاهده وكتردوا عليهم، حتى انا رد عليا الا بغيتي ترد عليا، والا قدرتي وناقشني كاع في هادشي اللي كنرد عليه. اذا حاكمت حكمت سي حميد مهداوي، قال لك الكارو فكلام داك، واش انت عندك العقل؟ حنا كنقولوا الكارو مضر بالصحه، ولكن راه بالي يا صاحبي، راه بالي، الله يعفو على الجميع. انت شنو زعما المدينه الفاضله زعما باغي زعما، ولا انت كتمشي نسي بوريطه وكتمشي نسي فوزي القجع، كتمشي للاسياد ديالك، اتحمل المسؤوليه الاسياد ديالك، انت عمرك درتي شي حاجه مزيانه للمغرب كاع، انت الان يوتيوبر كتربح 10 مليون حتى 15 مليون في الشهر، يلا يلا جاوبني على هذه، يوتيوبر كتربح الادسنس ما بين 10 و15 مليون في الشهر، وكتضغضغ رواتب ديال الناس، وكتنشر داك النظره السوداويه لواحد الفئه اللي كيبغيو غير يسمعوا، يعني كدير لهم واحد المتنفس، واحد المتنفس كدير لهم. اما انت راه عارف السي حميد المهداوي، راه قضيه غلاء الاسعار كنهضروا عليها كاملين، وراه العالم كله ضاق الكي والمراره ديال غلاء الاسعار في هذه السنه هذه، ماشي غير حنا بوحدنا، كاين نقائص، نعم كاين نقائص، يجب ربط المسؤولية بمحاسبة ومحاربة بعض المفسدين الذين هم كانوا يعني سبب جزئي في هذه المسائل هذه، راه كنقولوها احنا دائما وكنطلعوا كنسميوا الأشياء بمسمياتها، خاصة كنهضر أنا على نفسي، وشحال من مرة كنغامر بشحال من حاجة وكنتكلم قول الحق والله لا أماري فيه أحدا. إذا شنو السي حميد المهداوي؟ إما قال لك فوزي القجع ما كيتسوقش لتا شي واحد، شوف كيبينوا زعما شي واحد مستهتر، يا اما انت ما كتسوق حتى لواحد وصلتي درجه ديال المجد كمل كارو وخالف مرفق عمودي اللي بغيتي، فوزي القجع اما ما كيتسوق لك لتا شي واحد، ويا اما فوزي القجع ضعيف قدام البليه ياك، الا تحشمو الا تمرقو يا حميد، اما انت يا ضعيف قدام البليه، ضعيف قدام البلية، وقال لك مادام الكارو ما كيقدرش يتقوى يقوى قدامه، اي كاع النزوات يقدر يديرهم، وكاع اي حاجه يقدر يضعف قدامها، الا ضعفتي قدام الكارو اذا ضعف قدام جميع النزوات، بالله عليك واش هذاك عقلك؟ واش هذاك فمك اللي كتخرج به هذا الكلام هذا؟ واش الحسن الثاني رحمه الله عليه كان ضعيف؟ الحسن الثاني العبقري، الشخصيه اللي ربما قد لا يختلف فيها اثنان ولا يتناطح فيها كبشان، الشخصية الفدة الكاريزما اللي كتضرب بها المثل، وكذلك صدام حسين، واش كان ضعيف؟ واش كان ضعيف؟ علاش زعما فوزي القجع مالكش بينك وبين فوزي القجع؟ لأنه يحظى بثقة جلالة الملك، ولأنه كان سببا أو رئيسا للجامعة الملكية، وحقق ولا زال داك الشيء اللي ما عمر حققاته شي جامعة ولا شي رئيس ولا 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 ولا، والمغاربة كلهم قد يتفقون، ما تقول ليناش حميد المهداوي الصفحات صبحوا كلهم ضد، لا هذاك الترويض ديالك، هذاك ترويض منك لفئة من الناس، لا أجي وقرأ هذا الفيديو، أنا متأكد غادي تشوف هذا الفيديو طبعا،
لان قلتي لي بالله راه والحمد لله راه كتعرفني مزيان وهادشي هذا راه دار اجي اقرا التعاليق يا حميد. قرا التعاليق دابا انا كنهضر والله ما عرفت التعاليق الناس شنو غيكتبوا. اجي قرا التعاليق وشوف كلنا فوزي القجع. دخلت عليكم بالله اخواني واخواتي المغاربه الوطنيين الاحرار، ماشي اصحاب النظره السوداويه، ماشي اصحاب الطابور الخامس، وماشي كلب القرنه ومن على شاكلتهم المغاربه الحرار اللي عندنا في هذه القناه. كلنا فوزي القجع، كلشي كتبها الله يجازيكم بخير. انا بغيت حميد يدخل ولا الزبانيه ديالو اللي هما على الافكار ديالو فحال بعض ما يعني من يدعون انهم كيخدموا مجال حقوق الانسان، بعض اقول وهم كثير طبعا حقوق الانسان. شاليني يا بابا وجاني الهوى في ثلاثة الليل. انا جاي ننتقدك، راه كاين شي وحدي كتجيبهم انت تما كانهم قدوه، وانا والله اعرفهم كما اعرف ابنائي، اعرفهم كما اعرف اصابعي. ما كاين غير الطاسة والابتزاز والنصب والاحتيال ونفس نفس يعني نفس الجومه الخدامين بهم في حياتهم والاستغلال ديال هادشي ديال حقوق الانسان. كنعرفهم مزيان، ترى ربما تعرفني على من كنهضر. فين ما كان شي واحد برقوقي تسمي حقوقي، وفين ما كان شي كذاب شي دجال تجيبو تجلسو حداك تما وبدا يعاود نفس الاسطوانه. والله نعلمهم وهم يعلمون اننا نعلمهم، وكاين اللي كنعرفهم وهادشي هذا كيعرفوني مزيان. شي وحدين كتجيبهم عندك تما راك عارفني ربما على من كنتكلم، كيعرفوني مزيان. ولقد فضحهم الله على رؤوس الاشهاد. السي المهداوي راه احيانا راك تحاول تقدم بعض الناس كانهم قدوه وهم اقرب الى الخيانه من الوطنيه بكل الادله الواقعيه والمواقعيه. كيف ما انت اللي بغينا نهضروا عليك السي حميد، راه والله ما تقول لي مناضل، كتدبر على راسك، دبر على راسك. أما مناضل والله لا أتفق معك البتة. عرفتي من أين تؤكل الكتف؟ بالصحة والراحة. الصحافة المغرب ما فيه الصحافة ما فيهش حرية التعبير. كذبت، لا كتكذب. المغرب فيه تخمة في حرية التعبير، تخمة في حرية التعبير هي اللي خلاتك توصل لهذا المصل هذا. ولكن انا ما نحجرش عليك، كيف انت كيما قلتي لي بفمك نهار تلاقينا وقلتي لي انا كننتقد ناس والوزراء وكذا، انت من حقك تنتقدني. ايه اذا حكمت حكمت، ويا ايها الرجل المعلم وغيره هل لنفسك كنز التعليم فابدا بنفسك وانهها عن غيها فاذا فعلت فانت حكيم. المغرب كاين نقائص الكل يتفق، وكاين بزاف ديال الايجابيات، وكاين بزاف ديال الحوايج اللي هي نستفرد بها دون كثير من الدول العربية، خاصة اللي ما عندهاش النفط. وغادي الأمام الحمد لله رب العالمين، وبزاف ديال الحوايج على جميع المستويات غادية في تغيير بشكل إيجابي أليس كذلك؟ ولكن أصحاب النظرة السوداوية واللي كيعرفوا من أين تؤكل الكتف من أجل استغلال فئة من الناس من أجل باش يدبروا على راسهم، نحن نعلمهم. السي المهداوي قال لك سمعوا مزيان أخوتي المغاربة، أنا نقلدوا دابا، سمعوا مزيان أخوتي المغاربة، سمعوا مزيان. القارو ملي كيقتل علاش غادي نهضروا على داعش والذبيحه وتا الكارو كيذبح؟ الكارو مدير وكيقتل، ملي كيقتل علاش نهضروا على داعش؟ غنهضروا على القتيله والذبيحه وتا الكارو كيذبح. هذه قالها حميد المهداوي. كتقارن الكارو مع داعش؟ واش هذه مقارنه اصلا كيديروها الناس العقلاء؟ واش هذه مقارنه؟ واش هذه مقارنه؟ واش هذه مقارنه؟ هذه ما وحنا ما كنقولوش خصو يكمل، لا ولكن بالفرحه او بالضغط او كذا شحال كارو عباد الله. راه الناس سول الناس اللي كيكميو، سول هادوك اللي كتجيبهم شي برقوقيين وشي حماق كتجيبهم تما كيكذبوا على عباد الله. بعض الحماق، انا لا اعمم، لان كاين بعض الناس بحال مثلا السي الدرهم عجبوني الحلقه ديالو، ولكن كتجيب بعض الحماق فيما كان شي حماق شي سكيري تجيبو تما تقدمو لنا انت، فيما كان شي واحد اقرب الى الخيانه من الوطنيه وانا كنسطر تحت هذه كتجيبو لنا تما تقدمو لنا انت بالطريقه اللي بغيتي انت. حشومه عليك، هذا ما خدامش. ولكن هناك كثير من الوجوه هي مجرد يعني وجهان لعملة واحدة. غنكتفي بهذا القدر، وكلنا فوزي القجع وكلنا ناصر بوريطة ولا عزاء للحاقدين. وإن شاء الله الأيام ستظهر لك ما كنت عنه غافلة أو ما كنت عنه جاهلة أو قول لي عجبك غير ولقيت السيبة في البلاد. بعض المرات كتمشي لشي وحدين خذ راحتك، ولكن كتمشي لشي حوايج اللي هي لا أظن
قرأت التعليق السي حميد رد عليا الخبر وهذه يمشي مباشرة عند التبونيين. مع الأسف الشديد بتولينا أننا نجاورهم، ولكن ماشي بحال كيقول حميد بعض المرات كتخشي الهضرة حميد كيهضروا الوطنية وما لا بزاف عليك. حنا انا بعدا شخصيا اعترفت لي انك انسان وطني، والله اعترفت لي قلت لك راه كننتقدك وقلت لي انت انسان وطني وكذبني، والحمد لله من حتى الشهاده ديالك الله يشهد، والناس الجمهور راه كيشوفوا كيعرفوا بنادم من لحن القول ومن حركاته كما قلت انفا وتقاصيم وجهه، والايام كتبين صاحبي. ولهذا ما تحتاج يعني تشكك في شي واحد فينا. دابا غنمشيو للتبونيين لان صافي وقتك تسالى سي حميد السياق، لان بعض المرات كتعيق مع كامل احتراماتي. اذا قلنا هذا خدام في الجزيره، هذا صحفي كرغولي خدام في الجزيره، وهذا الكائن التبوني مستحيل هو والامثال ديالو يحافظوا على الكرامه ديالهم ولا احترام الناس ليهم. طبعا عمرنا ما جبدناه الخضر بالريش، رمى بالتاريخ ديالو الحيادي طبعا التقية، اشتلك رغلة التقية. احنا الحمد لله عرفناهم حق المعرفة، مجرد التقية كان كيبان انه حيادي، ولكن رمى التاريخ ديالو الان في مزملة التاريخ. ها هو الان يلتحق بكتيبة لاعقي احذية العسكر الجزائري، ثم قال ماذا؟ قال لك لولا هدف إيكامبي، يعني اللاعب الكاميروني اللي كرمخ ليا الظاير وخلاهم كيتفرجوا غير من السطوحة في كأس العالم، قال لك كنا سنلعب نهائي كأس العالم وكنا سنقوم بإنجاز أفضل من المغرب. أنا حتى الآن لم أعظم كيف الكاميرون تأهلوا لكأس العالم، يعني كان منتخب ممكن يذهب بعيدا، إحنا ممكن كنا نروحوا نهائي كأس العالم، كنا ممكن أكثر من المغرب في مونديال قطر. الله 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 الله، وكنا سنقوم بماذا؟ بإنجاز أفضل من المغرب. ثم قال ماذا؟ قال إنجاز أفضل من ربي. ربي من نيتك أسي بالريش، وش من نيتك؟ وش عمات لكم جرية هالدرجة؟ وش تقارنوا الذهب مع الوسخة هالدرجة؟ راه أسود الأطلس هادو، راه المربع الذهبي هذا. ولهذا هاد التكبر وهاد النيف الخانز ديالكم هو الذي جعلكم يعني هزيمة وراء هزيمة، والمغرب انتصار وراء انتصار، حتى الخونة ضرهم الحال، حتى الطابور الخامس ضروا الحال، كلاب القرناء ضروا الحال، حتى وليتوا بالريش، توليتوا الإعلام ديالكم ضد من فوزي القجاع بوريطة، فوزي القجاع بوريطة، وانتم اصلا ما تأهلتوش، قربك شي نصف النهاية ولا ابعد من ذلك، يعني ديو الكاس ابعد من ذلك، هو كرة الجزائر تصوروا معايا الجزائر غيديو الكاس، غيديو كأس العالم. تنهى الدرجة وليتوا يعني عايشين واحد الحياة شوشعية، حياة وهمية. عرفتوا الاخوان هضرت لكم شحال من مرة، عندك مجيد الصوت ها هو، وعندك شوشع هذا ها هو، يعني حياة شوشعية الخيال. هذا كيتخيل راسه وقال لك بالله راه العالم شهد له بانه رجل السلام في العالم، شكون هذا العالم الله اعلم. هذا عاود مسكين كيستغلوه هو مريض بامراض نفسيه مسكين، وبالله راه هو احسن من رونالدو واحسن من ميسي واحسن من نيمار، كيعطيوه بورطابل مسكين ديال العظم، وزعما كيقولوا ليه هضر مع الرئيس ديال الفيفا، ومسكين نيته ما كيهضروا معاه شي واحد شاد فيه وكيصوروه ويطلعوا عليه القنوات هكاك مجيدو الصوطه، كيشدوا شي واحد هكا بهلوان وكيبداو يستغلوه، كيبداو يستغلوه. ولهذا نحن هنا، ولهذا ماذا نحن هنا. ودابا وصلت لواحد الموضوع اللي هو غايه في الاهميه، وطبعا انا متاكد كنتو كتنتظروني باش نتكلم عليه. الجزائر عيات ما تخنشل، هذه دابا تقريبا 3 سنين التخنشي ديال التراث، وكتقلب على الهويه وكتقلب على اين ابي. اذا شنو هو الحل عندها؟ هو سرقه وتخنشيل كل ما هو مغربي. تل هنا واضح اليوم الجزائر تسارع الخطى لتسجيل القفطان لدى اليونسكو، والمغرب يرفض التجاوزات. واش فعلا المغرب يرفض التجاوزات؟ ملي نقولوا المغرب انا كنقصد وزارة الثقافة، واش فعلا كيرفضوا التجاوزات؟ نتساءل. اثارت صحفية جزائرية جدلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي بنشرها تغريدة تفيد بان بلادها قدمت طلبا رسميا الى الامم المتحدة، علاش؟ لتسجيل مجموعة من القطع ضمن سورات
الجزائري، التراث الجزائري. ما كاين مشكل الا عندكم شي حاجه في التراث العثماني او الفرنسي وبغيتوا تسميوه جزائري وتسجلوه، ما عندنا الجرام ديال المشكل. ولكن ان تزعم هذه الصحفيه وتحط يعني من بين القطع القفطان المغربي وتسميه قفطان النطع الفاسي او ما يعرف عندهم قفطان القاضي، اييه، وقفطان وكيل الملك، وقفطان ها، وقفطان الشيخ، وقفطان القايد، ها، بحال داك الاكله اللي عندهم القاضي البوليسي كذا الصياح. فهاد الصدد هذا جابت هيسبريس البارح قالت بالله راه مصادر ديالها مطلعه كشفات على ان هاد القطاع موضوع الطلب، واللي ذكرات في هاد البلاغ ديال وزاره الثقافه والفنون الجزائريه ما كاينش ضمنها القفطان المغربي. ركزوا معايا مزيان الله يخليكم في هذا، انما يتعلق الامر بملحفه او كندوره، يعني القندوره مختلفه عن القفطان المغربي. وقالت لك هذا المصدر ديالهم، هذه هيسبريس قالت لك المصدر ديالهم يعني من وزاره الثقافه، وضح لهم وبين لهم واكد لهم على انه طلع على ما نشرته الصحفيه المذكوره يعني الكرغوليه، مبرزا ان الجزائريين لا يملكون قفطانا بل قندوره، والمغرب لديه قفطانه، سيقدم ملفه لدى اليونسكو ووزاره الثقافه تشتغل حاليا على ذلك، تشتغل حاليا، حنا 3 سنين وحنا كنهضروا باقيين، هاد يشتغلون حاليا على ذلك. هذا انا كنظن انتقاد بناء على ارض الواقع، كيفاش تشتغلون على ذلك؟ والمغاربه لا المدونين ولا اصحاب الصفحات اصحاب القنوات ولا المعلقين ولا المتفرجين، كاع في جميع منصات التواصل الاجتماعي كيهضروا على هذا الشيء، هذا كيقول لكم حذاري راه الكراغله، راه جمهوريه اين ابي، راه غاديين يبقاو هكاك شويه بشويه، كنقولوا حنا راه كنضحكوا عليهم شويه، ها هما راه غيقدموا اليونسكو كذا، وتولي يقول لك انت ديالنا بشهاده اليونسكو، كاينه ولا ما كايناش؟ هذا المصدر ديالهم شنو قال لهم؟ قال لهم اذا نسبت الجزائر بشكل رسمي القفطان المغربي إليها واعتبرته من تراثها وقدمت ملفه، أيه شيوقع؟ سيتدخل مفوض المغرب لدى المنظمة، تنتظرهم حتى يسجلوه. إضافة إلى أن اليونسكو يقول تتوفر على لجنة مختصة مكلفة بمراقبة الملفات، وقد قامت الوزارة باتصالات مباشرة معها. أولا بعد اللي بغيت نوضح أنا ونبين، وشكرا بعد الاخ عصام العزيزي الصحفي الزميل والاخ الصديق ديالنا معروف في تويتر والقناه ديالو قناه عصام العزيزي على اليوتيوب، جاب اسمعوا مزيان الله يخليكم، جاب مصادر. وحنا البارح هذه لي الاشاره بين قوسين هذا الموضوع هذا، واخا كنت مريض شي 2:30 الصباح وحنا دايرين اجتماع في مجموعة نناقش هذا الموضوع، وكنطلعوا على هذه الوثائق اللي فيها القفطان، القفطان ماشي القفطان ماشي ما كاينش القفطان، لا كاين القفطان، كاين القفطان ومقدمين القفطان، ماشي غير القندورة وداك التخربيق ديال 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 العثمانيين ديال اللي سميتو، لا دايرين القفطان، الكراغلة معروفين، وهادشي كنقولوا دائما معروفين بالأصابع الذهبية، معروفين بالسرقة، معروفين بالتخنشيل، معروفين بالغدر، هادشي هذا معروف، باش كنوضحوا راه كلشي بالوثائق. إلى وزارة الثقافة ما عرفاش هادشي هذا فبالله عليكم فالمصيبة أعظم، راه ما يمكنش ما تكونوش عارفين حنا الإخوان ديالنا كيجيبوا لنا مصادر، يلا يجي شي واحد يكذب هذه المصادر هذه، وري السيد المخرج هذه المصادر عاود، راه ما ديروا راسكم في حال الله. هنا كنقولوا حنا راه يجيبوا ربط المسؤولية بالمحاسبة، الحمد لله كاين دابا، لا يجب المسؤولية أكثر أكثر أكثر، لأن كاين بعض الناس اللي هما يضرون البلد أكثر مما ينفعون، وكيتخلصوا الخدمة ديالكم هي تكون أنتم درتوا يعني خطوات استباقية من زمان. أش قال المصدر؟ نكملوا، قال لك اليونسكو تعطي الدول الحق كل سنتين في التسجيل بالتراث اللامادي، والمغرب سجل في سنة 2021 تمريضة، وفي 2022 لم يكن لديه الحق، وفي السنة الجارية يعني هذه السنة 2023 غادي يتم تسجيل فن الملحون. ما عليناش فن الملحون نسجلوه والعالم كامل كيعرف الملحون المغربي، ما عليناش. القفطان لن يسجل قال لك الا في سنة 2025، لان هذا هو قانون اليونسكو يقول، معتبرا ان هذا الاخير ينبغي فتح نقاش بشانه لكي يتغير، ينبغي فتح نقاش يتغير، ما يبقاش يعني تقدم غير حاجة في السنة ولا هذه، بحيث يصبح بالامكان تسجيل اكثر من عنصر واحد كل سنة. ولكن وزارة الثقافة راه خصهم
يعني مثلا في قطر ذاك النهار شفنا الابواب المغربيه ديال فاس وديال مراكش وديال الرباط دايرينهم القطريين كونها يعني كونوا صناعه وتراث قطري، اليس كذلك؟ وكنا هضرنا على هذا الشيء. لم تحركوا ساكنا وزاره الثقافه. سي بن سعيد ولد 84، انا اكبر منه ب 10 سنين، دري باقي ربما باقي صغير على هذه الخدمه هذه، دري ربما ما كيهتمش بهذا الشيء التراث والهويه وكذا. السيد رجل اعمال يعني التبزنيز يعني البيزنيز يعني التجاره والصناعه وفهمتيني، ولا داخل بزاف ديال الحوايج. ربما هذا الشيء هذا ما ربما انا ربما ماشي الرجل المناسب في المكان المناسب، بل انا اقول رايي بكل تاكيد ليس الرجل المناسب في المكان المناسب. ودابا غادي نمشي مباشره الى فقره اخرى ولله الحمد. الجزائر كاع الفلوس اللي كتخسر والنفط اللي يعني يقدروا يبقوا كثير من الجزائريين في الطوابير الى يوم القيامه. المهم المروك، المروك ياك ايطاليا جفات لهم الابار ديال الغاز من بعد اسبانيا، ايطاليا دابا كتزيد تعمق العزله ديال النظام الجزائري وكتنضم للمد الاوروبي الداعم للمملكه المغربيه والوحده الترابيه ديال المملكه المغربيه. يبدو بكل وضوح ان روما عازمه على ربح جميع الاوراق في منطقه شمال افريقيا عبر اعلان شراكه استراتيجيه مع كل من الرباط والجزائر في وقت كانت فيه الأخيرة تعتقد أنها ماذا؟ أنها هي الشريك الوحيد لقصر كيجي. الجزائر كانت كتعتقد أنها هي اللي ها مع الطاليان صافي احنا راه ولينا سمن على عسل، والواقع هو الطاليان كتاخذ داكشي اللي بغات تاخذ منها وتخليكم تعيشوا الفقر ومنبودين، لأن العالم كيشوف التصرفات الخبيثة والعقلانية اللي كديروا. الجزائر شنو دارت؟ اتخذت منذ وقت قريب ورقة الغاز لكسب حليف إيطالي يعوضها خسارة نظيره الإسباني. إسبانيا صافي خاصة من سينا ومعاكم حتى 2030 وبزز منكم تعطيهم الغاز بهذاك الثمن اللي هو يعني رخص التراب، صافي صحراء مغربية. كذلك الطاليان استغلوا العلاقة المتذبذبة اليوم ما بين الجزائر وفرنسا، أحب من أحب وكره من كره، يعني البنت مخاصمة مع ماماها، صداع. ويا ريت من بعد ما وقع اليومين هذا الشيء هذا اللي عرفناه كاملين يصيفطوا لك راغلة لبلادهم، ياك الجزائر القوة الضاربة أحسن منظومة صحية، صيفط لي يلا مجيدو السلطة يلا جيب لي هذوك الناس دابا، خاصة الشفارة اللي هما تما بمئات الآلاف اللي حشومة كاع عيب عيب وعار، شوهتونا صاحبي الشفار الخوه مع كامل احتراماتي طبعا. قلنا هادشي هذا كله مع استحضار واحد العقيدة دبلوماسية اجتماعية اقتصادية على جميع الأصعدة، العقيدة اللي عند قصر المرادية وعند مجلس الأعلى للبقر وعند الإعلام الجزائري اشنو العداء للجار المغربي، هذه من الأبجديات ديالهم، من الأبجديات. وهذا يظهر جليا من خلال محاولة توريط إيطاليا في ماذا؟ كتعقلوا الشهر اللي فات هضرنا على ياش قال لك راه إيطاليا فتحات القنصلية ديالها في تندوف، حنا نظرا كنشوفوا اش هاد الشيء اللي واقع، ولكن اتضح جليا انها مجرد شركه خاصه في مجال التاشيرات موجه بالاساس للجزائريين، وجابوهم ديك الخيمه هكا لا علاقه. خرجت روما بموقف قد يصدم صناع القرار هناك في المجلس الاعلى للبقر، وهي تشيد من خلاله بجهود المملكة المغربية في قضية الصحراء المغربية. ناصر بوريطة مشان الطاليان شتو الاستقبال اللي دار، وقعونا مسيدي عدة اتفاقيات وعدة شراكات ما بين المملكة المغربية وما بين إيطاليا. ها هنا شنو غادي نجيو دابا الأهم 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 الأهم، هادشي هذا دابا اللي شفنا ناصر بوريطة والدبلوماسية المغربية اللهم بارك في إيطاليا بين التناقض الواضح والكذب نقول في كل ما يدعيه احمد عطاف وزير الاكسجين الاخضر. اش قال لهم على الطاليان هي السيمانه الفايته؟ هناك توافق في الرؤى ما بين الجزائر وايطاليا في القضايا الاقليميه، وعلى اننا في قضيه تصور معايا الطاليان غيناقشوا مع ولد لابروخا قضيه فلسطين. هو باغي يخشي الصحراء الغربيه بالضبط بحال اللي داروا لك النهار في البرتغال وبحال اللي داروا لك النهار في روسيا. قال لك بوتين غيناقش معاه قضيه ديال فلسطين وقضيه الصحراء الغربيه، قال لك وهناك توافق في الرؤى. هنا من اللي كنشوفوا كيتحروا الكذب اللي مباشره يعني كدوز غير ايام قليله بحال اللي كنشوفوا دابا،
وكيوليو اه هاك راغله. والاعلام الجزائري فين غديروا وجهكم؟ فين غديروا وجهكم؟ الا تمرقون؟ واش ما عندكمش المراقه؟ واش ما كاينش الدم في وجهكم؟ والبارح المنتخب المغربي وانا كنت مريض سمحوا لي اللي يعني مبروك بزاف على المنتخب الاولمبي قبل 23 عام بعد هذه مبروك الف مبروك مليون ونص مبروك ومليار ونص مبروك طبعا. اشنو دار الاعلام ديالهم؟ راه البارح راه قاعد كنتصفح بعض القنوات والصفحات كيقول لك المنتخب ولا الفريق صاحب اللون الاخضر والاحمر مبروك صاحب اللون الاخضر والاحمر. الفشل ديال قصر المرادية والمجلس الأعلى للبقر حتى مع إيطاليا أصبح واضحا الحمد لله، بل أصبح حقيقة. هذا الأمر تكرر أيضا مع السيناريو ديال صربيا، باش ما نساوهاش السيمانة اللي فاتت كنا هضرنا عليها، قال لك توافق في الرؤى مع صربيا، ومن بعد أيام قليلة تبين على أنه يعني نسبة الهشاشة ديال الدبلوماسية الجزائرية والاوراق اللي كتلعب بها ومحروقه خاويه، لان صربيا علنات انها ضد الانفصال وانها بحالهم بحال الصبنيون بحالهم بحال كاع الدول زعما اللي مع الوحده الترابيه وضد الانفصال. يلا مباشره نعطاوكم بالقصحه باليسريه زين الجدي الايسر. الجزائر تحاول دائما خلال اللقاءات الرسميه مع الدول ان تؤثر على مواقفها من قضيه الصحراء المغربيه لكنها تفشل بشكل مستمر. الحمد لله رب العالمين. باش ما نطولوش اكثر الاخوه والاخوات، الخطى ديال الدبلوماسيه الجزائريه دائما تسير وسط حاله من عدم الثبات، هناك فوضى عارمه في المواقف المتسرعه والانفعاليه. كذلك المغرب الحمد لله سيواصل النجد الدبلوماسي ديالو دائما نجاح تابع نجاح، احب من احب وكره من كره. والموضوع اللي غادي نختم به ولكن جمجموا ولا تخمموا مشاهدينا الكرام، تعاليق كلها راه كنقراوها وكلها كنشوفوها، الله يحفظكم ويبارك فيكم جميعا. ردوا بالكم بزاف، هضرت هاد اليومين اللي فاتت على السيد اللي عنده 5 ديال الاولاد والبنت كتغرق تلاح باش يجبدها، مات الله يرحمه، البنت جبدوها شي وحدين الله يجازيهم بخير. والشاب اللي عنده 17 عام في شلالات اوزود واش زلق واش تلاح مسكين الله يرحمه ويوسع عليه. كتوقع حوادث بعض الشواطئ هنا وهناك، الله يخليكم. الوالد ديما كان كيوصينا ولا زال الوالد يعني بصيفته متر ناجور سنة 1968، أول واحد في الشمال اللي دا بطولة الشمال في السباحة، وكان يعني كيدير منقذ سباح في 68 و69 و70. وجدي ملي كان قدي كان كيقول لنا واحد جوج كلمات، وشنو هما هاد النصيحة هادي اللي هي ما كتقتل ما كتحيي. ثلاثة د الحوايج ردوا منهم البال وسيروا معاهم ديرك، ما تلعبوش معاهم، المخزن والبحر والعافية. فالبحر تدي وليداتكم ردوا معاهم البال الله يجازيكم بخير، الى الجيليات لبسوهم الجيليات، ما يدخلوش ما يزعموش، لان الزعامه راه خايبه بزاف، لا زيدي شويه لا زيدي شويه، حتى كيكون البحر كيجر ولا شي حاجه. ما نتلهوش على ولادنا، نحاولوا ما امكن ناخذوا هذا الكلام هذا بعين الاعتبار. وتحيه لسماحه الوالد السي عبد العزيز الوالد ديالي اللي احيانا يعني يقومنا حتى في المحتوى، ملي كيشوف شي حاجه كيتصل كيقول لك هذه مثلا هكا ولا هكا، فهمتيني ولا لا؟ فهو يعني واحد من الناس اللي هما يعني نقدروا نسميهم المرشد الاعلى ديال القناه اذا صح التعبير. انا كاين شي نهار نجيب الربحه في شي فيديو ونستقشر معايا الوالد الله يرزق السلامه. اذا الاخوه والاخوات كنضحكوا طبعا، تحيه للوالد وتحيه لكم جميعا، وتحيه للناس ديال مدينه اصيله، وتحيه للناس ديال الشمال غادي نقدروا نزوروهم ان شاء الله في شهر 8 او المهم قريبا ان شاء الله غادي نزوروهم. الشاطئ ديال مدينه اصيله ما تنساوهش، مدينه اصيله عندها شواطئ غزاله بزاف ديال تهدرت، بالنسبه بقليل مشان شي شاطئ ديال اصيله واعرين. انا نقول لكم من هنا عندك سيدي مغايت، الشاطئ ديال سيدي مغايت وديال الرميلات من احسن الشواطئ، من احسن الشواطئ. اللي مشى ارد عليا الخبر، من احسن الشواطئ التي قد ترى عينك، يعني استجمام تولي كتحس بالسعاده، هي كتلاح عليك وكتعنقك السعاده مع الشمس الدافئه والرمال الدافئات والجبال الشامخات. جا في وسط الجبال هذه ديال سميتو واحد والرمل نقيه والماء راه بحال الذهب سبحان الله. سيدي مغايت والرميلات
وطبعا راك تشوفوا يعني الشاطئ المعروف بلايا وكذلك ديال تاه الدار تونيك شي حدا الغابة الميريكان الى اخره. ولكن انا انصح بهاد الشاطئين اللي مشى لمدينه اصيله واللي سبق لي مشى ليهم من المشاهدين يكتب لنا الله يخليكم الراي ديالو. اما بالنسبه لنا واحد ديال تطوان وما جاورها فهذيك الشواطئ راه يا سلام فعمت فيها معنا شويه فهمتيني فحال لك شي ديال سبادو يعني عزيز عليا السباحه طبعا باين في يعني باين واضح يعني بلا ما نحتاج نبقى نهضر على راسي ما كيعجبنيش نهضر على راسي بزاف فكنقدر نمشي هكاي تحت الماء الحمد لله كنتمتع بواحد النفس اللي هو كنقدر نمشي تحت الماء شحال نقدر نقدر نضرب كاع جوج كيلومتر احيانا كيلومتر و700 المهم كنمشي تحت الماء كنمشي كنبقى غادي غادي حتى اللي كيشوفني كيقول هذا ما باقيش غادي يطلع حتى كنلقى راسي كامل عروقات عاد كنطلع هكا نتنفس وكنرجع عاود. المهم ان الله يسمح لينا بهذا النادي. المهم كل شيء عرفتوا الحمد لله راه كل شيء واضح ما نحتاجوش كاع لان خاصه في شي حوايج اللي هي بلا ما نحتاج نحلف لكم ولا يا ربي يسمح لينا في هذه العواشر. اذا الاخوه والاخوات الكرام ربما غادي نكتفيوا بهذا القدر هذا لان طولنا بزاف طولنا هاد اللايف بزاف وكنشكركم جزيل الشكر وسمحوا لي اذا كان شي حاجه هكا ولا هكا اذا كان شي تقويم فجزاكم الله خيرا قومونا شي تصويب جزاكم الله خيرا صويبونا صححوا لنا ان كنا ان الكمال لله وكاملين فينا نقائص. احنا ما كنقولوش حنا يعني الشخص المثالي نعيش في المدينه الفاضله كيف ما كيبغي يمثل لنا يعني السي المهداوي. وتحيه للسيد ناصر بوريطة والسيد فوزي القجع ولا عزاء للحاقدين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. إلى اللقاء.